انتوما تسمعوا في كلام القلب طارق الحناشي على اي اف ام احلى راديو. رجعنا معكم في ساعتنا الثانية، كل التحية لكم متابعينا وين ما كنتوا في المتابعة عشان يوتيوب اي اف ام تي في ولا الباش فيسبوك راديو اي اف ام. كل التحية الناس تسمعنا من خلال الراديو مباشرة. كلام القلب موضوعنا لليوم حتى للحديث متاع الليل مواصلين فيه. كنت يا سيدي او يا مدام في علاقة سامة، كيفاش عشتها، كيفاش مريت بها؟ هو زعما كان الطرف السام ولا كي باش تحكي لنا باش نكتشفوا انه السموم كانت من الطرفين؟ هات نسمعوك، نسمعوك على رقم 31 308 1031 308 1031. بالله سيد احمد اللي كان معانا في التليفون قال لي زيد الجمله ذي اقولها في حكايتي في رمضان، راني جيت قلت لها كان فما حاجه اخرى قل لي، قالت لي لا ونحبك ونحب نكمل معاك. على ذاك انا راني زدت عطيتها فرصة في الوقت هذاك. وكما قلت انت يا طارق عندها التتليف وعندك الفازة متاع تيه وبالحق طارق ما نجمتش نحكي برشا ديديتاي شوية وقت خاطر، اما عجايب واللي قالوه في الكومنتير اغلبيته صحيح. شكرا ليك سيد احمد اللي اخترتنا حتى حكيت القصة متاعك. كما الوقت رانا خذينا يا سيد احمد خذينا تقريبا يجي نص ساعة ونعتذروا من البقية اللي مخلطناش، ناخذوا قصصهم. معانا سلمى، أهلا وسهلا. عسلامة. عسلامة يا سلمى. اتطرق لحوالك. الحمد لله، شو أحوالك أنت؟ الحمد لله. الحمد لله. وقفنا لي سلمى راهو اسم مستعار. أي في بالي اسم مستعار. ما حبيت أقول اسمي احتراما للشخص اللي تنحكي عليه. أي أنا أعطيك سكوب مالا يا سلمى. حتى سيد احمد بتاع الساعه الاولى مش سيد احمد، ما هوش سيد احمد الحقيقة، ابعث لي باسم اخر في الفيسبوك، قلت له اي انا اعطيك شي اسم تتدخل بيه، قال لي اعطيني اسمك يا شهيل وحكايه كما اللي انا عشت، قلت له خذ سيد احمد. وانت شهيل سيد احمد حكايه احمد؟ ايه ما شاهيل وكاية ايه بدل شوية بعد خمس سنين بعد خلي يحب شوية بعد تنشوفه هل النهاية تكون كيما صديقنا اللي كلمنا ولا منين تكلم فينا سلمى انت؟ من منوبة. كم من العمر لديك؟ 33 سنة. 33 عام. سلمى عشت علاقة سامة توكسي؟ هو عشت علاقة سامة ايه؟ على ذلك أنا كلمتك. إمتى؟ متى انطلقت؟ انطلقت من 2009. انطلقت 2009، 15 عام إلى الوراء. وقتها سيادتك صغيرة. صغرونا هي 19 عام. توا صغيرة، ما وقتها صغيرة. صغيرة. 18 سنة. عمر باك وقتها 18 سنة. انت تعرفت على سيد هذا؟ ايه حبيته. حبيته، حبني، عشنا علاقة كيما اللي كوبل الكل ديو ديبا مانكا، كملنا تعرفنا تخطبنا عرسنا جبنا صغار، دونك العلاقة استمرت. شو عرسنا جبنا صغار؟ ما شاء الله. وقت ايش عرست في 18 هذيك؟ لا لا برشا عاد في 2016 يعني 25 25 سنة. 25 وجبنا صغار وكذا ولعبنا وجينا ومشينا بالضبط. وكانت الامور هانية ولا؟ كانت ماهيش هينية برشا. يعني في السنين أنا واحد كده يعمل عين راسه وعين مرات يحبها تقعد هينية. ما كانتش هينية برشا بين 2009 و 2016 ولا من اللي عرسنا تحكي ما كانتش باهية؟ لا لا من الأول، لا لا من 2009 ل 2000 وكيف اللي كملنا 2022 ولا 21 ولا هذه قالها قبل شاعر توفى هو من غير ما تسميه، قال رأيت الثقب في سفينتك ووصلت الإبحار. ووصلت الرحل. ريت الثقب أنا في السفينة متاعك أما كملت طلعت. علاش يا سلمى؟
هو شوف انا الحقيقه حبيت بغير ما معناتها نعطي ميساج للي جون هكي توا اللي دخلنا في الريلاسيون ونزيدوا بتتخ كما نقولوا نحن على الحافه نزيدوا ما غرقوش. ترى اعطيني ترى ما غرقتش انا مثلا صحيح جمله اللي الريد فلاج وال نشوفوها من الاول بالكل ريد فلاج للناس اللي ما تعرفهاش هذه كلمه جديده نتاع العلاقات توا عندك جديدة. عندك هي وكراش طالعين توا ريد فلاج هي اشاره حمراء كأنها تشوف عند الشخص الاخر حاجه خايبه ما تقعد سكت عليها ريد فلاج البصر كمل احنا ما شفناهاش دونك حبيت اقول المراه من الاول راك تشوف اي واحد فينا قلبه كبيره يعني تقول فما هكا حاجه من داخل تبدا تقول لك راهي الحاجه هذيك انت ماكش باش ترضى بها نهار اخر الحاجه هذيك تقلل من كرامتك تقلل من روحك اما نحن نديرو نغمضوا في عينينا ونحبوا نكملوا في الغلاسيون بفعله نحبه ويحبني والحاجه هذيك بتكفي نهار اخر تتبدل توا بعد تلقى انت قلت ساعات من اول القصه يبدا عندك احساس تو انا مثلا في حكايتي نتفكر وقلت لكم من الاول كان عندي احساس مش انه الشخص داخل خايب انه الحكايه دي مش باش تكمل لكني حبيت نعيشها نجرب لانه رايت فيها هكا تصاور متاع متعه جايين فاخترت اني نعيشهم المتعه هذيك انت ريت انه القصه هذه في غزرتك البعيد كنت ترى في حاجة مضبة لكملت علاش كملت فقط لأنك جربت حبيت ومحبيتش تضيع الحب ذاك نوعا ما هو أول حب هو لازم نسميه أول حب نحينا مثل الحب بتاع صغار مراهقة وكنا الثالثة والرابعة بتاع الصغر يعني أول حب صحيح هو ما الذي حدث حتى انتهى هذا الزواج هكا ولا؟ اللي عدي البطل حاجات ما كانت لازم نعديهم فما حاجات كنت لازم نقف عليهم كيما؟ برشا طارق مثلا مالا نطرح عليك انا نطرح عليك انا يا سلمى عنف؟ وي مادي؟ وي مادي يعني ضرب مع لفظي بجميع انواعه المادي ولو معناها ما فيش حتى تبرير مهما كانت درجته لكن يفرق باش نفهم الشخص هو ذاك العنف الساهل اليومي اللي يتعدى يعمل ضريبه للاسف ولا ذاك العنف المبرح وانت راحتك انت تحب تجاوب ولا العنف اللي كيفاش نفصل انت فهمت اكيد تاع غش هذا نتاع تغفلت عملت ريكسيون فهمت مش يروح كل ليله يشد بطريحه لا اما نتاع ريكسيون تقلقت كومول نتاع باش ستريس في الخدمه نبرروهم ذاك الشيء نقولوا احنا سلمى يده خفيفه بالضبط وانت عديت هذوما حاجات اخرى ما هيش هذيك معناتها الحاجه الوحيده ما كانش يعني هو ما كانش النقطه الفارق حسب رايك انت شنو النقطه النقاط مع بعضهم تلموا ولا نقطه كبيره فارقه معناتها كبير عدم اهتمام فما نعم عدم اهتمام فما لا حب الذات برشا كان موجود حب الذات ولا حب تملكك حب الذات حب روحه حب روحه ديما هو لازم يكون النقطة الرئيسية بالضبط هو اللي ديما صحيح هو ديما عنده الحق هو ديما كلمه صحيح لازم نعمله برايو برشا حاجات معناتها قداش أطفال جبت؟ قلت لهم أنا معناتها ديما نقول ساعات عباد تتفارق على ديفو وإلا تبدا فما مشكلة واحدة ونحكيو فيها وبداخل نجم كيما نجم نلقاوها حل كيما ما فيهاش حل ونتفارقوا مي هو لم لي برشا مشاكل من كل حاجه شويه 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 شويه
وشوية شوية 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 وصلنا إلى علاقة توكسيك. ف فارق لا قلت لك هوني هوني انطلقت لوحدي. انطلقت 2009 وتطلقت صحيح 2021 سنة تعرفوا بعضكم فيهم 5 سنين معارسين وقديش من صغير واحد زوز 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 هالزوز هذوما لم يغيرا شيئا ولا زادوا الطين بلة بالعكس هما كانوا كتبوس كبيرة حضورهم زاد أكد لك أنه ما ينجمش يكون بالضبط. رفيق جيد التوكسيسيتي اللي خبلت على روحي يمكن ما نقبلهاش على صغاري معناتها بعدهم على ما نرضاهمش يعيشوا في غلاسات تفسي خاصة دعوة التوكسيسيتي بين كوبل أوكي فما توكسيسيتي بين أم وصغار هبو وصغار وزاد ينجم يكون فما علاقة توكسيك هك من نوع هذاك به توا سلمى ترخن نحي دي أنا حطتهم ورايا هيثم مغربي قال لي ايش بيكي كبير الحومه يديك ورا ظهرك تكبس فين سلم على هيثم المغرب سلموا عليه متابعنا الوفي هيثم من قطر توا كي نطلبوا السيد هذا احنا نسميه احنا كريم ما يقولناش يا طارق كي نشوف هي قديش توكسيك هو عنده نوع من كوني أنا توكسيكا ما فيش نوع ما لا سؤال أنا مسامح في شيء ولا سؤالات في الكل أما عنده مثلا يقول لك أنت سامحت وأنت خليتني متجاوز حدودي وكانت تتخلتي من الأول من الأول عملت دي رياكسيون وقلت حاجة هذيك قلقتني ولا ممكن راني حاولت نبدل في روحي أما كي أنتي سايبت كما قولوا الماء على البطيخة إذا وليت نجاوز في حدود لو كنت في حتى في هدية يلوم علي حتى في الأغلاط بتاعه يلوم علي أنا بولي أغلاطي أنا حتى أغلاطه ردها أغلاطك ردها أغلاطي أنا سبب فيها فما شكون قال يمكن كان كريم في العنف متاعه كونش في بس حزيت في بس حزيت ما العنف راه في الاخر معناتها اللي ولا يتجاوز واحد ما يرضاش على روحه بس حزيت اما من الاول ما كانش العنف ما كانش فما عنف معناتها كان فما حاجات اخرين ممكن كان وقفت من وقتها راه ما وصلتش للعنف مثلا نهارت اللي قررتني انهاء هذه العلاقه انتم طلاق بتراضي عملتوه؟ ايه بتراضي نهارت اللي قررت سيادتك حبيت انا ننجح الطلاق اكثر من اللي ننجح الزواج الطلاق نجح جدا مهم نجح الطلاق؟ اي الطلاق نجح اي انجح من العرس كان انجح من العرس وهو في حياتك اصبح بوز غارك احلى من زوجك فقط ما نجاش نقارن ما فقط معناتها علاقته بينه وبين صغاره وكهو يعني فما الاحترام المتبادل يعرف شنو عليه شنو عليه وكهو تقف في الحكايه الغالي ما تحكيوش يعني يجي يشوفهم ساعه يهزهم كي نحكيو فيه ما يخص صغاره كهو ما مثلا ما يقولكش شنحوالك يعني يسأل شنحوالك تسحقوا حاجه تصمتي حاجه تصمم انت ديما معناتها كان ما جاوش الصغار موجودين تذكر انا ما نحكيو الجمله منطقي اما موجودين هو ملي طلقت وعمره ما قال لك شنحوالك سلمى هو يوميا التليفون تاع هيا نرجع ونحب نرجع بحق ما غلط وانت روحي غلط وانت ما لا سبيل اليه ها لا مستحيل واصلا كنت خايفه اللي مثلا قلبي باش يكسح برشا ونولي ما عاد عندي احاسيس تجاه عباد اخرين في اول السيباراسيون قلت باب نسكره معناتها يزي اللي شفته كهو معناتها تمام الحمد لله نلقى روحي نجم قلبي هذا نزيد يدق ونزيد نجم نحب ونتحب وكل
تقول مازلت النجم نحب ونتحب هكا ولا؟ ايه مازلت انتي عندك 3 سنين من اللي صار الطلاق، ما صارتش هكا حكاية فكرة شنو؟ صار كيما العباد الكل، ما نعرفش الناس الكل، الناس كلها وسيدي قدامي ما صارتش عنده 4 سنين، انا ما صارتش عنده سنين. كي تعمل موضوع المره الجايه العلاقات بعد طليقها شكرا نبقى موضوع به تنقل نحكي لك. فما توا ولا كانت باش تكون وفات؟ كانت باش تكون وفات. فما كومنتير جاب لي فكره سؤال، كنت تحس اغلاطه يعمل فيهم من دون وعي، مش متعمد يغلط؟ اي لا لا ما هو شويه، انا هذيك الحاجه ممكن خلتني تصبر انت ديما نعطي الاعذار وكل ما يقصد شو لي ويحبني ونعرف احسسه من شكيكه وضغط وكل مره معناتها نلقى التبريرات. شو يقول من وجهة نظري، نظن انه في العلاقة السامة الطرف المسموم النرجسي هو سماه ما يكونش بالضرورة واعي بانعكاسات تصرفاته على الطرف الاخر كما قلت انت على كريم، ويمكن ياسر اغلبية افعاله وردود فعله تكون من دون وعي وتنعكس على شريكه اللي هي سيادتك. منطقي، ما فهمش وعي خاطر كاين كل واحد باش يعمل كل تصرف بالوعي راه ما نغلطوش في الدنيا هي. انه اغلاط ما عنديش نغلطو من غير ما يكون في علمنا كوننا قاعدين نغلطو. انه نرتبطوا بشخص عرفناه من الصغرى من 18 سنه، تعتبر انت اوكي ما مشيتش معاك ولا هي فعلا تجربه فيها كي برشا مخاطر؟ خاطر الانسان مازال ما شافش برشا، مازال ما شافش معناها برشا فرص حتى يختار. هو انا كي نرجع في العمر هذيك الحقيقه نتاع ربي ممكن ما نختارش توني نكمل في العلاقه هذيك، ونعطي روحي شانس باش نزيد نتعرف معناتها قصص على عباد اخرين ونفهم بالتجارب معناتها الطبيعة نتاع العباد. اما انا تبعت قلبي جوسكو بو معناتها ديما نقول الحب هو اهم حاجه، لو تلقيت العبد اللي نحبه ويحبني عارف اني فرقت في حاجه اخرى. قالوا لك يطلع تبدل السيد واصبح واعي، توا يتحمل مسؤوليته كهف لا غلط لي غلط. مالا قال لك يعقوبي محفوظ، صلح في الجيب. قال لك يعقوبي محفوظ علاش حطيت المشاكل لكل الطرف المقابل كريم؟ بالك انت زاد عندك في السوق مذوق في سوق المشاكل، غير انك صبرت ووصلت. لا لا ما غلطتش، بالك الى يومنا هذا ما غلطتش معناتها الى يومنا هذا، والقري اللي صار الكل الى حد اليوم ما غلطتش، اللي هذا اللي خلى كونه الطلاق نتاعنا يكون ناجح. اللي انا اوكي صاروا اغلاط تحمل فيهم انت مسؤوليتك، انا اللي معاك نقبلهم وانت كل واحد يعيش حياته توا كما يحب وكها. تلاشى ذاك الحب الاول اللي قلت لي عليه هو اي تلاشى برشا بالحاجات الخايبه يعني اي كل مره يوقف شويه 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 للي معناها كان جات خزانه هي القلب باب يتحل في 2014 15 نلقاوها مليانه هكا هكا حمراء هكا بتترشق بالحب يبدا كيما وجهي هكا في صباح مار نحكي على الحب هكا حمراء باش تترشق كذا ودوب عرفت دوب ما تحل الباب الخزانه تطيح حاجه كلي على الحافه اي احنا نحلوا باب ويا بتشرامتك ودموع وكذا احضان وحب وحشته تو نحلوا الباب الغدوه مبربش ما نلقى شيء ما يطيح شيء صدي يتعاود هكا هو انا كي نعيط توا صوتي يتعاود ما يتوقع الله 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 200 دينار جاو هنا يا سلمى
واي طارق طارق طارق. سلمى ماذا تتمنين؟ آخر سؤال. نتمنى حياة سعيدة أهم حاجة كها. بتيت وانت تتمنى زي ما تولد بس حاجة بيا ما ليا وللناس الكل. وليد قفيل قال لي ذولي باش يطلع اسمه كريم، كريم بالحق. لا لا وليد قال له مش كريم برقرة، قال له قال تو تسمع في كلام القلب. قالت لك سلمى برقرة. اسمع الكومنتير هذا يا سلمى، نختموا بيه تليفون معاك. قال لي فهمي الحيدري، هذا فهمي مريض بتاع كومنتيرات مهبول بتاع عبر. قال لك طارق قال لي العلاقات قبل الزواج كيف تطويل. اسمع مليح سلمى، العلاقات قبل الزواج كيف تتوال؟ الأوراق الكل تتكشف ويعرفوا على بعضهم كل شيء، فصعيب عرسهم ينجح. ما رأيك أيتها المتزوجة بعد قصة طويلة قبل الزواج؟ والله ما هيش مربوطه بال بعدد السنوات اللي تقضيهم مع بعضكم. حطمتها الفكره، يكون عارفوا بعضهم في شهر ولا شهرين من بعد الزواج. ما فمش ربير الحقيقه، فمش ربير. كل واحد بالغلاسون اللي باش يعيشها، وكل زوج كيفاش، وكل زوج تضيع كيفاش تركب على بعضها. يعني الاعوام والسنوات وكل باش يفخوا كهو. قالت لك هالة رفاعي، المرأة في تونس كيف تاخو قرار الطلاق وعندها صغار، تأكد انه راهي حاولت وضحات اما وصلت لطريق مغلقة. هيثم مغربي قال غلط على الاخر الكومنتير مع فهمي، متاع فهمي. انا متزوج 10 سنوات وعشت قبل الزواج مدة باهية، نعرف الشخص اللي خذيته وأفند هذه الفكرة. أكهو ظهر الحق وزهق. أكهو. عشان كنت حاب تسلم سلمى. بين حاجة برك أيضا نحب نقول لأحمد اللي كان معاك قبل، سيد أحمد اللي كان في التليفون. اللي ماهوش سيد أحمد. اللي الدنيا صغيرة معناها ديما، حتى وكان ما كملتش مع العبد هذاك، في يوم من الأيام كنتوا تعيشوا في حاجات محلاهم مع بعضكم. دونك ما تحكيش عليه بالخايبة، تقول عمل لي وقول عباد قالوا لي، وكما كان يقول هو تكذب وحاجات كلام ماهوش باهي. تنجم نهار آخر بعد العمر الطويل وكل يعاودوا يقابلوا. دونك يخلي توفى القصة في جمالية وكهو أون بوتي، مش لازم يقعد يقول كلام خارج. عجبني برشا تعليقك، على خاطرها نقطة جمرتها باش نعقب عليها لسيد أحمد ونسيتها. ما هي قالتها سلمى. شكرا لك سلمى، نتمنى لك عايشة بارك ميرسي. عايشك، شكرا لك سلمى، نتمنى لك كل الخير والسعادة في باقي تجاربك. باهي يا سلمى، باهي يا سلمى، سيد أحمد باهي زاد. فاض بيه الكيس، مازالش دايت سيد احمد. راهو ما تلوموهش، انا حاضر تليفون، ريت نسلموا عليه باش ما يقلقش. خليها تبي هذي، ما نحبش نعمل جو. خليني هكا. حاضر ولا شوف فيكم تتناقشوا. زيد المغرض. سيد احمد مازال جديد، انس خلا تدخل كيفما حاجه في الاعداد هنا. مالك معلاوي راهي ما يخذكونش الفريق، الناس اللي تسمع فينا، المعد مع حذانا انس اليوم مش كامل معانا الجمعة. حاضر معانا تليفون. الو عسلام. مرحبا اخويا طارق، تحياتي. مرحبا سي محمد معايا. اي محمد من برد. محمد من برد، واني جايك شوية سي محمد، خليك معايا باش نقول كلمة على سيد احمد. عاد معانا الساعة الأولى كان سمعته خويا، نشكرهم الكل. اي سيد احمد، عاد قلت لكم مازلش دايد، راهو نحكيو على راهو عبارة هنا معناها سبعة ولا قديش العامل تي انا جديد جديد. انتو مازال يتمشى الراجل معناها الجمعة التالي راه فازت كهو يزي رمضان. قال لك رمضان، قالت له نكملوا وسمع رمضان انت هنا. انا مازلت كي اخي، مش مازلت الجمعه اللي فاتت انا جبت فتح الهدايا وانفيتي غادي بكرسي ذاك وانا نتغزر باش نموت بالستريس. تو تو الحكايه ماناش دايد معناها. تو انا جاتني الفكره هذه بعد ما سلمى عودة جدت الفكر. سيد أحمد
لا خمس سنين من اللي عرفها يا روعة، أما الجمعة من اللي وفات الحكاية، فهمتني؟ نحكيو عن النهاية مش مهم. عندك جمعة من اللي وفات، معناها أنا وقت اللي كالكانس أوت اللي حكيت لكم فيه والعملة اللي عملتها كل، معناها بعد جمعة أنا تقخاني، معناها نجم نقول جمل تتفهمت تباك تاكل وتجرب، معناها إذا أنت فعلا خرجت مكسور ولا مقهور. سيد النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما أعظم من قهر الرجال. يبقى عندي تحفظ كما قالت سلم، من منش أنا هكا، أنا حويل أخوكم في الحب الطيشوني، نغرق شراب نبدأ نتكركب هكا ويزو فيا والدايخ دايخ ثلاثة اللي حبيتهم وأنا دايخ فيهم كنت عاملة أزيل. فمن منش ياسر أنه اللي حب فعلا حبه كان متأكد من حبه كان صادق وقتها انه كيتوفى، حتى كان الطرف الاخر عمل من المساوئ الكثير، ما نمنش انه انا النجم بعد نقول عليه من نوله كذاب ولا من نوله كذاب، نجم نقول كذب بفعل الماضي، غلط بفعل الماضي. أمل بمفرش خطي التليفون يا طارق ما تنساش أنا جايين محمد لعلى بارك. ف أما عموما ما نجمش نقولها هكاك، عاد نولي ما كأني من وقتها مخبيها لداخل، معناها نستنى فيه جزء باش يغلط باش يقولها، فهمت؟ نجمش معناها نتصور أنا معناها توا نجي نقول على أماني شخص غير مضحي ولا غير كذب، ما نجمش. بتيتر انا غلط، انا راني نغلط برشا. اسمع نحيوها، هذه مونتاج زيد نحيوها، حسيتها فقره غلطه غلطه امير، تحسها وي ايه مش قالت غلطه الفقره كونكتي سمعتش انس قالت انس معان معد صحيحه قالت انس الله انس ايش كمل معان مدام صحيح. هاي يا سي محمد، هاي الو على السلام. مرحبا يا سي طارق. مرحبا يا سي محمد، 30 سنه من باردو هكا ولا يخويا تبع كورة سي محمد ولا تكون جمعيتك استاد؟ استاد شيخي نورونا هكا ولا اكيد فيكتوار ودنيا ومرتبة ثانية استاد تاو 9 بوان 9 بوان الا اذا نادي صفاقس يربح احتراز، وما تاو استاد الثاني استاد ثانية، ومعناها نتبع على كورة زادة كيف كيف بوروسيا كنت نتفرج بوروسيا يعني تقولي زادة تحب بوروسيا دورتموند يعني كان تبع صدمة باريس وما كانش متوقع يعني ما كانتش متوقع تخرج من نصف نهائي توا برج دولية محمد شنو توقعاتك للستاد في بقية البطولة؟ نجم تعملها وتقلب الدنيا ولا تعملها وتترشح شامبيونز ليج زادة حاجة مهمة ولا كاف شو تتوقع؟ مع انه في الكوب ما زلت ربحت جرجيس 3 بليش والله الكرة راك ما تعرفش عليها الكرة راهي غدارة توقعاتك هي توقعاتك يا محب استاتش تكمل بطل دوزيام تروازيام تهز الكوب دوزيام شامبيونز ليج تترشح شامبيونز ليج هاي تهز الكوب ولا دوزيام ويز والله ان شاء الله كوب ولينا طامعين طامعين بيه محمد عشت علاقة سامة كما موضوعنا لليوم والله علاقة توكسيك ما عشتهاش أنا شنو حتى أنا يعني الحمد لله حياتي يعني كانت معناها مع أصحابي مع عائلتي مع جيراني مع الناس الكل أحبابي كلهم معناها علاقة طيبة معناها ملا كيفاش عداوا لي تليفونك وانتي ما عشتش علاقة سامة يا محمد ايش قلت لهم؟ أنا والله عندي يعني ما كنت مرتبط اي والله فتاة يعني عجبتني وكل شيء نحكي معها وكل شيء عملنا خطبة بالكلمة محمد انت مازلت قمت من النوم والله خطر نهزني النوم وانت ما طلبتني اي باهي متكي انت محمد راك ما تحكي لي حتى حكاية انت ممدود تو
اي هي قوم النعاد خويا، معناها مش معقول، معناها تو عاملين حصه وصار في نتفرج اضواء وبيو وسفيان وناس تريقل واخراج، وتقول المعده ماخذه كونجي وجات انس، لا معناها لا راني ديما معاك اي خويا قوم في النا اي قوم النا خويا. تعرفت على فتاه ايش بيها؟ انا حبيتها كما قلت لك من الاول، عجبتني نحكي اي معاها. اي معناها ديما يعني علاقتنا جيدة، علاقتنا باهية وكل هم شيء، نوجه لها يعني التحية، وكما قلت لك يعني شاركت في الموضوع. حبيت اي يعني قول لي ايش حبيت تقول. عجبوني يعني المداخلات اللي تدخلوا معاك في حبيت تشكرهم تقول لهم يعطيكم الصحة. والله العظيم معناها ما عجبوني يعني حكاياتهم بالحق، حكايات يعني نقولوا احنا متاع كبارات حكوا فيها، وبرافو ليهم يعني. شو تقول للفتاة اللي عرفتها وتحبها؟ والله نوجه لها تحية كبيرة برشا، ونقولها ديما راك معايا وإن شاء الله ربي يحفظك. نسميوها ألفة احنا، ميسيرش تقولها نحبك ألفة؟ نحبك ألفة، نحبك ألفة، إن شاء الله يا ربي يتمم بيناتكم بالخير يا محمد. شكرا ليك اللي دخلت معانا، فرحانين انك موجود معانا، وان شاء الله نلقاوك ديما معانا في الاستماع. بالله يا سيد المخرج قول الانس، فما شكون ضيع ستوشو، اعطيني اسمه خنقول عليه. حلمي سانجر سمعت اي ما عادش تعايث، انا نسمعوك في الاونتين به. منعم الخضري هكا، منعم الخضري ضيع ستوشو في شارع الحبيب بورقيبه، انا يعني هم الحبيب بورقيبه تاع تونس، احنا في ميغرين عندنا ثلاثة حبيب بورقيبة خاطر به، ضيع ستوشو في شارع الحبيب بورقيبة العاصمة نهار 20 افريل. تلقى غديك به، تلقى غديك وين خليته انت؟ مش عنده 17 نيو به كيما هو بالضبط تلقاه يا خويا. احنا نوصلوا منعم الخضري ديما يسمعنا، نحبك برشا سي منعم، ان شاء الله نلقاوك ديما في الاستماع. اسمعني جيت في الاوراق، ان شاء الله ربي يعوض في حاجة ما خير بقدرة الله، ولعل في خير يا خويا. درا اش كنت من عامله باش تعمل بهم الاوراق يا منعم؟ منعم دونك ضيع سوشو في شارع الحبيب بورقيبه نهار 20 افري، فيها اوراق مهمه للسفر نتاعو، على خاطر منعم ديما يمشي ويجي ويشلوش، فهمت؟ دونك اللي لقى اوراق باسم السيده ذي يقول لنا يا جماعه في الكومنتيرات، لقيتوش منعم الخضري؟ اي ان شاء الله نلقاوه ستوشو في الحبيب بورقيبه، مازال كيف عند ثلاثة جماعات رات بيع قطع قطع به. معنا مريم في التليفون، اهلا وسهلا. اهلا ومرحبا سي طارق، مرحبا بك، مرحبا بالمستمعين. سي طارق انا كيف تلبت قلت راني باش نتكلم على انسانه عزيزه 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 عليا، كما قلت لك هكا راهو واحد قد ايش عزيزه عليا. به قاعده نشوف فيها من العلاقه هذه السامه. هي وقتها جبت الصغار وكبروا تقول منهارة، تقول منهارة، لكن ماهيش عاملة كي الديبرسيون القوية القوية القوية. علاش؟ على خاطر كانت تهرب الخدمة، خدمتها تعشقها تحبها، هي حياتها، هي حياتها تنسى بها كل شيء. العلاقة هذيك السنة اللي تحكيو عليها، حكيو عليها شباب في الإذاعة في أفلام نهار سبت ولا هو نهار جمعة، نفس الحكاية نفس الحكاية بالضبط. مادام اللي هي مش مسمحة لها الأحد على الديبرسيون، انت هكا جبتها اليوم راهو يسمع بها شيء خيالي، ما كناش نعرفوها، نعرفوا انسان عصبي ولا حاجه، ما كناش باهي باش ما نضيعوش. انت توا دخلت في العموميات، حكيت العلاقه السامه قلت لي جديده هذه، ما كناش نسمعوا بها قبل. لا لا ما نعرفوش اسمها، اليوم الدنيا موجوده كنا نعيشوها اما ما عندناش لها اسم، ما عندناش لها اسم. كل انسان عصبي فلان قلبه مشطح لما الدنيا يهدها ويهبطها وما عادش يرجع، هكا كنا نقولوا. طيب قالوا لك يا مدام مريم لو تسمح تسكر الراديو اللي بحذاك وتقرب للميكرو. ولا سكرت وسكر. ما لا لو بارلور. لا ما عندي شيء، الريزو واقف. نسمع في روحي خاطر انا. نسمع في روحي، راه ما لازمنيش نسمع روحي. الريزو تبع هكا توا. ما لا بالكيت. لا والله ما عندي شيء، يكون التليفون حوالي تعب. بالتليفون. بالك التليفون نتاعنا. اي باهي، شكون العزيز عليك اللي قلت لي يعيش في علاقه سامه؟ قلبك لي قلبك لي، شو هي ما تعرفنيش الاول الاخضر. مش بنتك ها؟ تقريبا
شيء تقريبا باهي. اسمع يا جماعه بنتها ما حبتش تقول برا نقولوا بنت اختك هي نتلفوا يعطيك الصحه. هاي نحيوا حكايه بنتك. انا خايفه لان الوقت ساكتين مش نتكلموا ما نحبش نتكلم بعد فوات الاوان. انا نعرف ان دم يعمل في الانسان اكثر من اصل المصيبه ولا اصل الموضوع. ما نحبش الندم انا نخاف يعني توا قاعدين خاطر نحس روحي في الوقت البديل كما نقولوها. شنو اللي هو بركي سي طارق تو نسمع وانت سياسه مثلا عندك خبره. الخدمه نتاعها صارت فيها محنه صحيحا دمرتها دمارا شاملا. الخدمه نتاعها دمرتها صار فيها مشكل. اتلي ما تتكلمش وتقول حتى حد يتكلم تو الزمن يحل هالمشكل تو انا نحل المشكل دايرين بها العائله المقربه دايرين بها. كيفاش شنو هات نحاولوا نفهموا فيسع علاش الخدمه نتاعها دمرتها راجلها ما حبهاش تخدم شنو؟ لا لا مش راجلها العائله بعيده في العمل نتاع التهنيج في العمل التجميل هي اللي تحب تمشي تخدم تهرب للخدمه تحب العمل نتاعها. هل المشكل هذايا تستنى لعل انا نقول بلش فوت الاوان واحنا ما نتكلموش وما نحبش فوت الاوان. انا حتى طبيعتي نتريف وبعد كده الموضوع لازم يجيب به. فما هي نصيحتك لبنت اختك؟ انا بيبي خاطر مانيش انا ناخذ الضوء الاخضر. انا كل ديانا راني قلتها في اذاعتكم وراه الموضوع تنشر وراه تحل. هي عندها في اصلها يخليني يعني انت من كثر محبتك فيها وكل شيء فيها بالخوفه. باهي مدام مريم لانه الصوت مش ممتاز برشا نحب نسالك سؤال اخير. انت عشت الندم؟ لا لا والحمد لله. لا لا لا, لا. انا وعندي شكون عاش الندم تعدى مباشره بشويه 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 للالزيمر وما عملش عمله كبيره راهو عمله الاقدار شيء بس تصير على يديه. ندم انه ندم انه ما عملش حاجات بتيتر محليك مدام مريم محليها الجمله اللي قلتها قديش وصلت لي مباشره. الندم يعمل في الانسان اكثر من المصايب. في التعليق قالوا لك راك سوريكوت التليفون يتعاود لو بارلور لكيت سوريكوت. سليم تراه الكومنتير اللي خرجته ام صوتها تقول في مخابرات ولازمها ديشيفراج. طارق يعجبني عنده حاسه سادسه. جويجه سام كلها كيفي كلها تبطل الخدمه كيفي انا تو ترتاح هزها جمعه لتايلاندا تو ترجع انسان اخر تايلاندا جمله محمد رفراف. بطبيعتهم اخر درجين دونك على ذاك طرق علق التليفون. الكلنا دمرتنا الخدمه يا مدام. فما خلود يذولي عملت كومنتير قالت انا زاده ضيعت ستوشي يا طارق في اكتوبر اللي فات عديها بالله. نذكروا يا جماعه منعم الخضري ضيع ستوشي وفي ستونترفيل عنده 3 جمعات. انا متاكد اللي هو موجود وين طاح بالضبط بالله اللي باش يتعدى غدوه من ستونترفيل كي يلقاه يكلمنا هنا في اي اف ام ولا يبعث لي على الانستغرام ولا على الفيسبوك. قديش متاكد انا انه فما شكون غدوه باش يبعث لي يقول لي يا طارق انا نمشي في ستونترفيل نمشي كاكرا وعلى روحي ناكلك يا في كعيبة بلاوي شد ثني تاكسي جماعي جاي للخدمة كذا ماشي نخدم إذا بيه سبحان الله ادعثرت في ستوش. قلت يا أخي البارح مش طارق قال فما ستوش في سنتر فيل يستنى فيكم هكا طايح ما مسوا حد أحد يا ولدي. في المدينة الفاضلة لا في الجنة لا في سنتر فيل أي ما مسوا حد. استوش هذا تفكرت قال طارق عنده 3 جمعات. قلت والله محلاها هالبلاد اللي احنا فيها شو هالبلاد هذه مش نورمال دي حتى منعم كي عاود تعدى بحذاه ما هزوش قال يطلعش مش بتاعي خليته بثقه الناس الكل وراها فوق استوش ما بتاع سي منعم الخضري وفي كذا بتاع السفر وكل يجاو هزوه يا ايفام. انا متاكد اللي التليفون هذا يا غدوه باش يصير يعقوبي محفوظ قال لي تونس الكل تلقاها غدوه غديكا مع العلم يظهر لي في شويه فلوس هاكا باش تتشجعوا غدوة وتهبطوا للسونتر فيل. قبل كنا نقولوا شبيك تتسوموا مع ليا فهمي يا خويا فهمي الحيدري برجوليه
حضروا لنا كوب من الجوا. عندك حمدي ما عادش يكونكتي برشا معانا في التعاليق او رجع هو اليوم قال لي صحه طارق. وعندك فهمي الحيدري برجوليه ملا ميز تاع كومونتيرات لازم كوب هذا واحد عنده كوب تاع كومونتير وعليه عليه جربي اي عليه جربي. قبل كنا نقولوا اش بيكم تتسوموا علينا تو لينا نقولوا اش بيهم توكسيك. والله برافو هذا تعقيب على التليفون نتاع مدام مريم. امل بن فرج تو الراجل مقهور وانت تجبد عليه بالمرتاح على ستوش. لا كلمنا قبيله ماهوش مقهور متقبل ستوش فعل وقال لي كنت نجم تعدي تو هكا. امل راك نتاعنا امل احنا كان نعرفوا انسان عنده جيعه عمرنا ما نتفهوا جيعه الناس. تعرفوني قديش نتنرفز كي واحد مثلا نبدا نحكي في حكايتي وهو يجي يقول لي حكايتك ما فماش منها نتنرفز نتشنج نتقلق نتوتر. انا ما نحبش نتوتر تولي العلاقه بيناتنا توكسيك. لا عارف عاد امل قتلك نفدلك عاد امل ديما موجوده معنا. يا اخي شنو هي المدينه الفاضله تقوى المسعودي؟ المدينه الفاضله تلك المدينه التي لا يحدث فيها الاخطاء لا يذنب فيها البشر لا يخطئ الانسان في حق اخيه الانسان او في حق اخيه المسلم. هذه هي المدينه الفاضله. حمدي قال اكيد السوشك فيه كان بطاقه تعريف. لا فيه بعض الوثائق اللي يخليوه يسافر ديما ويسهلوا له السفر نتاعو. ليميسيون في سعوفات تقول سام جويجه نحب نعمل تعقيب باستنتاجك في الاخير بما انه اليوم خلطنا باكرا للكونكلوزيون. العلاقه السامه في الاخير كما قالوا كما قالت مريم مدام مريم جديد المصطلح هو جاء ريتو كراش وشين الكلمه الاخرى قل وريد فلاج كراش الناس القدم اللي كيفي ولا اللي اقدم هي الانسان اللي واحد تضرب فيه يا بابا ولا يا امي اللي ما عرفوش الكلمه. وريد فلاج هي الاشارات هكا الحمراء اللي تشوفهم عندك الطرف الاخر نتاع لازمك تهرب وانت عاد نشوفه تهرب ولا والتوكسيكي اللي حكيناها لليوم. التوكسيك هذه طلعت قبلهم بعويمين ثلاث ريلاسيون توكسيك. افلاطون حكي على المدينه الفاضله صحيت فهمي الحيدري. فموجوده العلاقه السامه. انا اعطيت تفسير بعض شويه في اول الحلقه دائما انك الطرف فيها ديما ما فهمتنيش مليح ديما كيما حكيت سيدي احمد قبيله تي امشي بركه تي عدي بركه عنده ماك الاستهتار بكل المشاعر تبدا انت تهز وتنفض لبك العرق وابط تتسبب كلك وهو يقول لك تي يا اخي اش فيها فهمت تبدا انت ماك لا خايف وماكش فاهم هي معاك مش معاك دخل بعضك ستريسي تحبك ولا تعرف حد اخر تقول لك هي تي اش بيك تعول في الامور اش بيك هكا طارق تعول في الامور هذايا سي توكسيك سا يوتر الحقيقه تعب زين هكا فهمت تنافسيه تافهه غيره مفرطه في غير مكانها كلهم يوصلوا لعلاقه سامه. سمعنا سلمى قبيله اعطتكم نصيحة سلم اعطتكم نصيحة باش تعرفوا الحصة هذه مش نعملوا فيها كيكة هباء منثورة نعملوا فيها باش خرجوا نصايح معناها مش هكيكة. قلت لكم يا جماعة وقت اللي تشوف الإشارة الحمراء عند الطرف الآخر حتى كانك تحب وقف أموا اقف كيما في الفروج نقفوا معنا نقفوا بعد نخرج اقف يا اخوي اقف بعد شوف كنت نجم تعاود تخرج ولا لازم تقف غاديك يزي وقت اللي لازم يزي وقت اللي نحب نعطي فرصة لروحي ما نحبش نسمع كلام الناس كما سيد أحمد نحب ناخذ القرار بروحي نكمل يا أخويا وناخذ القرار بروحي أنا نختار نكمل ونشوف الحقيقة على أني نقعد نادم كيما برشا حكايات. أنا في حكاية أماني عرضتوني في كومنتريت فيكم ما حكيتش على أماني كملت للآخر وما خليتش روحي نادم عملتهم كل بعد قعدت نقول تهورت ما عملتش ما خليتش روحي نادم يا اخوي مانيش نادم على حد شيء عملت جربت هذا هو بوتيتر تكون فكرتي غالطه بوتيتر لا. شكرا لكل الناس تبعتونا في كلام القلب شكرا لكل فريق
أمير في الإخراج وئام رابع في الـ FM TV، أنس وفير رمضاني في الإعداد، وياسمين ترودي في الويب. نتقابل معكم غدوة في نفس الموعد. إلى اللقاء، تصبحون على خير.